السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لقصة بعنوان لآل الكسل. جاء فصل الصيف وبدأ موسم الحصاد، فاقتربت النملة نشيطة الفرسة وبدأت تجمع الهضوب متناثرة هنا وهناك لتأكلها إلى بيتها بفرح وسرور. وكانت الشور في تلك الفترة عنيمة يرقص لزيز الفلاحين بصوته، وكان كل يوم يقول في نفسه: صوني اليوم وأنا سأجمع الهبوب، لكنه اليوم التالي لا يفعل. وكان كلما مرت النملة من أمامه وهي تحمل على ظهرها حبة قمح يلهب ويقول: ما هذا شيء طويل، ما هذا شيء طويل. وكان النملة تنظر إليه وتقول: لا تجامل اليوم إلى الأبد. لكن الصرصور كان يضحك ويقول: لدي وقت طويل سأعمل أبدا. وبكي الصرصور على هذا الحال حتى جاء فصل الشتاء، فاشتد البرد وتساقطت الثلوج. فاعتبرت في بيتها وكانت تأكل مما جمعه من حبوب، أما الصرصور فقد ضاق به الحال ولم يجد في بيتها شيئا ليأكله. فاشتد به الجوع فطلب المساعدة من النملة، فقال له: هذه عاقبة تحاولك وكسلك. لكن النملة أشفقت عليه فقالت له بعض الدعاء وقالت: سأساعدك الآن على أن تساعدني في السيف الكارم، ومن تجمع الحبة مرة لي ومرة لك. وافق الصرصور وعلم أن تعبه سيكون ملاعفا لأنه لم يعمل عمله في الوقت المناسب. النهاية. تعلمنا هذه القصة أن لا نتكاسل ولا تؤجل أمل اليوم إلى الأبد حتى لا نندم في المستقبل. شكرا.